الشهر ده بنحتفل بمرور 5 سنوات على تأسيس الماستر كونسلت. الماستر كونسلت بدأت كمكتب استشاري متكامل، عندنا مشروعات كتيرة في مشروعات البنك الدولي في أنا خاص بشبكات الصرف الصحي، عندنا أسهامات كبيرة في مشروعات حياة كريمة من أسوان والأقصر وإنا وسوهاج والمنيا، في تخصصات مختلفة منها المساحة، منها تصميم الرسومات التنفيذية، منها تقرير الجسات والتربة وضبط الجودة، ومنها تصميم شبكات الطرق. طبعا الليزر سكانر يعني من أحدث أجهزة رفع المساحة الموجودة في المكتب، ممكن نقول إنها من أحدث أجهزة رفع المساحة في مصر مش في المكتب بس. يعني مؤخرا ابتدينا نشتغل في تقنية الليزر سكانر، التقنية مهمة جدا في عملية الأسبلت، موجودة بـ 3D موديلينج، وده ممكن نستخدمه عشان نعمل فيرتشوال رياليتي، بتستخدم في الأركيتكتر، بتشتغل في البايبنج أويل أند جاز، بتشتغل في خاصة بالـ LOD ليفل، الليفل أوف ديفلوبمنت، ودي من التقنيات الجديدة وإن شاء الله هتكون لينا مستقبل كويس جدا في مصر من خلال استخدام التقنية اللي موجودة في الليزر سكانر، الخدمة اللي احنا بنقدمها دلوقتي. شكرا جزيلا.